بأدوات بسيطة، كير ومطرقة وسندان، تمكن الحداد ومنذ قديم الزمان بصنع ما يحتاجه من أدوات تلزمه في حياته في الحقل والمنزل. منجل أو مجز، منشار أو نصل سيف أو أي أداة أخرى وبحاجة إليها. ويطوع الحداد الحديد باستخدام النار، يضع القطعة الحديدية التي ينوي عمل أداة منها على النار حتى تصبح حمراء، يخرجها ثم يبدأ بطرقها باستخدام المطرقة والسندان لتأخذ شكلا ينوي عمله. يكرر وضع قطعة الحديد على النار حتى تحمر، يخرجها ويضربها بالمطرقة وهكذا عدة مرات. والابن أثناء ذلك يواصل الضغط على الكير وتحريكه لاستخراج الهواء الشديد الذي يساعد على اشتعال النار بقوة. وما إن تأخذ قطعة الحديد شكلا قريبا من الشكل الذي يريده الحداد حتى يواصل عمله، ما بين تعريضها إلى النار حتى درجة الإحمرار ووضعها على السندان لطرقها وتطويعها. والكير أثناء ذلك ينفث الهواء قويا لتشتعل النار بقوة. وبما أوتي الحداد من مهارة ومقدرة على تطويع الحديد وتشكيله، تصبح قطعة الحديد مجزا يستخدمه المزارع لتقليم أشجاره أو أداة لإزالة الحشائش الضارة من حقله. ثم يبدأ الحداد بعمل مقبض للمجز، وغالبا ما يكون المقبض من خشب شجرة الليمون. يستخدم يديه تارة وقدميه تارة أخرى. بمقدرة المتمكن من صنعته، يقوم بتثبيت المقبض بقطعة حديد حتى تكون بمثابة الإسوارة على المقبض. يثبت المقبض بالمجز جيدا، ينظف الأخشاب الزائدة، ويبرد الحديد لكي يكون سلسا لا يجرح اليدين أثناء العمل.
وتأتي المرحلة الأخيرة في صنع مجز حديدي، وهي عمل مسنات للمجز ليصبح أكثر فعالية أثناء العمل. ويستخدم المبرد في إحداث مسننات في المجز بطريقة تنم عن مقدرته وجلده وصبره. وما إن يثبت المسمار في مقبض المجز حتى تصبح الأداة جاهزة للاستعمال. والصفارة أدواتها بسيطة: كماشة، قطعة قماش، رصاص، ونشادر. ما إن تحضر الآنية النحاسية للصفار أو ما يسمى بالمبيض حتى يبدأ بإزالة الصدأ عنها بواسطة قطعة حديد، ويقوم بدق قطعة فخار ليفرك بها الآنية من الداخل بهدف تنظيفها، والفخار أفضل من الرمل في التنظيف. والصفارة، وهي حرفة تبييض الأواني النحاسية، من الحرف القديمة التي ما زالت حتى يومنا هذا. ويضع الآنية النحاسية على النار المتأججة بفعل الكير، ما إن تسخن الآنية بفعل نار الكير حتى يقوم بإذابة قليل من الرصاص، ليبدأ بعدها بفرك الآنية بقطعة من القماش مغمسة بالنشادر، وهي مادة تساعد في تنظيف وتبييض الآنية. يكرر الصفار محاولة التبييض عدة مرات حتى تصبح الآنية بيضاء نظيفة ولامعة. ومع انتهاء الصفارة للآنية النحاسية، حتى يقوم الصفار بوضع ماء بارد في الإناء ليتأكد من جودة عمله. حرفة الصفارة من الحرف التي كان لها شأن كبير في عمان إلى وقت قريب، فما من سوق في أنحاء عمان إلا وكان به حرفي يهتم بتبييض الأواني النحاسية. فالأواني النحاسية تشكل النسبة العالية من الأواني المستخدمة، وظلت هكذا إلى أن دخلت مواد أخرى في صناعة الأواني. لكن الآنية النحاسية التي تسمى بالقدر والتي تجهز فيها الحلوى العمانية ما زالت حتى يومنا هذا تحظى بعناية الصفار. وهكذا، فإن ما شاهدناه هو دليل مهارة حرفي متمرس يجيد حرفته، يحبها، ينغمس فيها، وهو ببساطته يصنع شيئا مفيدا ونافعا. فبوركت الأيدي الطيبة.
Thank you.